يا لها من رحلة شاقة. لقد تاكلت عظامي من كثره المشي، لم اعد قادره على السير اكثر من ذلك. يا قدمي، وانا قد جعت وعطشت وتعبت، لم تعد صحتي تسمح بالسير ولا خطوه واحده اخرى. لقد مللت هذه الحياه، ان منظر الصحراء والرمال قد أصابني بالكآبة. كلما التفت حولي لا أجد إلا رمالا وخواء. مللت مللت. هل ترون أسوار مدينة بيت المقدس؟ إنها هناك. أين؟ لا أرى شيئا. هناك، انظر جيدا، ألا تراها؟ لا أرى شيئا. ثم إن كانت هذه هي أسوار مدينة بيت المقدس، ماذا نحن فاعلون تجاهها؟ هل سنذهب إلى بيت المقدس؟ نعم أيها الغبي، ألا تعلم إلى الآن إلى أين نحن ذاهبون؟ وهل سنظل تابعين لموسى هكذا كثيرا؟ إن موسى يبحث لنا عن وطن. لا وطن لعبيد بني إسرائيل، إننا مشردون منذ مولدنا وسنموت هكذا. وكان موسى ينظر إلى أسوار بيت المقدس. بيت المقدس، بيت المقدس الذي يتعلق به قلبه، والذي هو قبلته التي يتخذها عندما يصلي لله، والتي كانت هي قبلة جميع الأنبياء من قبله. وعاد موسى إلى قومه كي يخبرهم بما أراد الله له ولهم. وأخبرهم موسى بما يريد أن يفعله. إنني معك يا نبي الله، ولكن يجب أن نخبر باقي العبيد بما تريده لنا من خير، فلربما اعترض أحدهم. وأنا كذلك معك يا نبي الله، ولكني أوافق أخي على ما يقول، يجب أن نخبر باقي العبيد لأننا لن نفعل ذلك الأمر بمفردنا. نعم نعم، يجب أن نخبر باقي العبيد بالأمر حتى لا يفاجأوا به. سأخرج لأخبرهم. انتظر انتظر أيها العالم، فلتخبرهم في الصباح. دعهم الآن نائمين، وفي الصباح نخبرهم ونشرح لهم كل شيء. ما هذا الذي يقوله موسى؟ هل يريدنا أن ندخل بيت المقدس ونقاتل من فيه؟ إننا ما خرجنا من مصر كي نقاتل. أنا لن أقاتل أحدا. ولا أنا. ولا أنا، مالي أنا والقتال. إذن
هيا لنخبر العبيد بما قال موسى وهارون ونحذرهم مما يدفعوننا إليه وننصحهم ألا يسمعوا كلامه. هيا هيا هيا. هل نستطيع الزواج ونحن هنا؟ فلتسأل موسى هذا السؤال، فسؤالك هذا ليس له إجابة عندي. وإلى متى علي أن أصبر؟ حتى ندخل إلى بيت المقدس. لقد بات البيت قريبا جدا منا. إن موسى يقول إننا يجب أن ندخل البيت بالسيف، يجب أن نحارب من فيه. وهل ستحارب من أجلي؟ نعم سأحارب من أجلك. يا لك من قوي. ويجب أن يحارب كل العبيد معي. وماذا إن قتلت في الحرب؟ لهذا الأمر أريد أن أتزوج اليوم قبل الغد. وأنا لن أزوجك من شقيقتي إلا أن تتضح الأمور، فأنا لا أريد أن تصبح شقيقتي أرملة بعد أيام من زواجها، هذا فأل سيء. لن أدخل بيت المقدس وأقاتل من فيه. ولما لا تقاتل؟ ولما أقاتل؟ إن موسى وهارون ضحك علينا نحن العبيد. لقد كان في نية موسى أن يغزو بنا بيت المقدس، ولم يكن في نيته أن يحررنا من قبضة فرعون. لقد حررنا فعلا من فرعون وانتصرنا عليه دون إراقة نقطة دم واحدة. تحررنا من قبضة فرعون دون إراقة الدماء لنقع في قبضة موسى كي يسفك دماءنا. يا له من ماكر. يا لك من مسكين، إنك لا تعرف موسى جيدا. أعرفه أو لا أعرفه لن أقاتل. لا أريد الحديث في هذا الأمر مرة أخرى. لن نخطو خطوة واحدة تجاه بيت المقدس. قل لموسى يا هارون إننا لن نحارب أحدا. أجل 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 أجل, أجل.